زوار موقعش كاين مرحبا بكم. موقعش كاين كيخليكم اليوم الاخير فعاليات مسابقات حفظ القران وتجويده وترتيله هنا في العاصمه العلميه مدينه فاس بحضور شيوخ وائمه في الفقه الاسلامي وايضا اساتذه كبار من كل الدول الافريقيه الشقيقه. موقع اشكاين كنقول لكم بعد الصور بعد الكواليس اليوم الاخير من اختتام هذه الدوره التي كانت ناجحه بكل المعايير وكل المقاييس من ناحيه التنظيم من ناحيه اللوجيستيك وايضا كانت مشاركه صعبه وكان اختيار صعب بالنسبه للمشاركين في هذه المسابقه الدوره الخامسه واللي كانت عن بعد هذه السنه. خليكم مع هذه المشاهد والكواليس من قلب الحدث من العاصمه العلميه فاس ليشاهد. السؤال الثاني من قوله تعالى: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. طيب أنت جاهز يا شيخ عادل؟ You are ready؟ إن شاء الله. بسم الله. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وربنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. السؤال الأول: اقرأ من قول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم
تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع أصدقائكم ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.